بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في تفسير قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إلى قوله سبحانه وتعالى: وكان ذلك على الله يسيرا. وقد سبق الكلام على تفسير الآيات وعن ما يستفاد منها من الأحكام، وانتهينا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ففي هذه الآية الكريمة إباحة الاتجار في المعاملات من بيع شراء وتأجير وغير ذلك، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالأصل في الاتجار والمعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، ولعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد قيد الله سبحانه وتعالى إباحة الاتجار بالتراضي بين الطرفين، والتراضي هو أن يكون كل منهما راضياً غير مجبر. وسبق في أول السورة أنه يشترط أيضاً أن يكون بالغاً رشيداً. فأما إذا أجبر على البيع أو على الشراء فإنه لا يصح ذلك لفقد هذا الشرط وهو التراضي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إلا إذا كان هذا الإجبار بحق، كأن يكون عليه ديون حالة ويحتاج إلى بيع بعض ممتلكاته لتسديد الديون لكنه يأبى، فللحاكم أن يتدخل وأن يبيع من أمواله ولو لم يرضى، ويسدد عنه ما عليه من الديون، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. ويؤخذ من هذه الآية كما سبق اشتراط التراضي في العقود، وتدل بمفهومها على أنه إذا لم يحصل التراضي من الطرفين فإن البيع غير صحيح، إلا ما ذكرنا من حالة البيع لأجل تسديد ديونه. ويؤخذ من هذه الآيات أو من قوله تعالى: يا ولا تقتلوا أنفسكم، يؤخذ منها تحريم قتل النفوس بغير حق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا في نفس المسلم، وكذلك نفس الكافر المعاهد فإنه يحرم قتله
بغير حق، لأن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين بموجب العقد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وكما أنه يحرم على الإنسان قتل غيره بغير حق، كذلك يحرم عليه من باب أولى قتل نفسه، وهو ما يسمى بالانتحار اليوم. فإن قتل الإنسان لنفسه كبيرة من كبائر الذنوب، توعد الله عليه بالنار في هذه الآية. وجاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في جهنم. وكان رجل يقاتل بشجاعة وبلاء عظيم، فأعجب ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأثنوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فشق ذلك عليهم، فتعهد واحد منهم أن يتابع هذا الرجل، فتابعه وهو يقاتل ويجتهد في قتل الكفار، ثم إنه جرح. فلما جرح وآلمه الجرح لم يصبر، تحامل على سيفه حتى قتل نفسه. فعند ذلك ظهر لهذا الصحابي صدق ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل. فدل هذا على أن من قتل نفسه فإنه يكون في النار، ولو كان يجاهد في سبيل الله. المسلم لا يقتل نفسه، لكن يقاتل في سبيل الله، فإذا قتل فإنه شهيد. أما أنه هو الذي يقتل نفسه وينتحر فهذا لا يجوز. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله جل وعلا بالرحمة بعباده: إن الله كان بكم رحيما، فهو رحيم بعباده المؤمنين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، وهي رحمة خاصة بالمؤمنين، وهي رحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. ويؤخذ من هذه الآيات الوعيد في حق من أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس بغير حق، أن الله قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويؤخذ منها أن مرتكب الكبيرة من الذنوب مستحق للوعيد، لإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويؤخذ منها أن مجازاة الله جل وعلا لعباده على أعمالهم سهلة عليه سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء، وكان ذلك على الله يسيرا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.